مشاهدينا نحييكم من جديد. ممكن تعجب بالفنان زكي فطين عبد الوهاب لامتلاكه أدوات التعبير عن الشخصيات التي يؤديها لقوة أدائه، لكن بالتأكيد كمان هذا الإعجاب حيمتزج بأنه سليل عائلات فنية، مش عائلة فنية، لا عائلات فنية تحظى كمان بحب الناس. يعني المخرج الكبير فطين عبد الوهاب الأب، الفنانة الرائعة العملاقة الشاملة ليلى مراد، هتلاقي كمان منير مراد القيمة الفنية الكبيرة، وبالتالي كمان وأنا ببص على حتى هذه العائلات الفنية لاحظت كمان انه بيمتزج فيها البهجة مع الألم مع الأمل. وعشان كده لما أعلن عن إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بالسرطان كنت على يقين انه يعني هيستمد قوة الأمل من حتى من العائلات الفنية العديدة اللي بينتمي إليها، بالإضافة كمان إلى قدرته على تجاوز محن بهذا الشكل. لأن أنا لما بتأمل دايما في حياة فطين عبد الوهاب ليلى مراد بقول إنه هذه الشخصيات ظلمت كثيرا، أو هتلاقوا عنصر المأساة في حياتها كبير، وهتلاقوا عنصر البهجة أيضا أبهجونا كثيرا. يعني عشان كده من هذه النقطة هنطلق مع الفنان زكي فطين عبد الوهاب اللي مر بتجربة إنسانية هيكلمنا عنها، وهيكلمنا كمان عن كل هذه المحطات المهمة. أستاذ زكي أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله تكون قويا دائما. يعني إن شاء الله عايز أبدأ معاك من المحطة الإنسانية دي. تمام. اكتشفت امتى اصابتك بمرض السرطان؟ من حوالي 5 أشهر بالظبط. هنا ده بشكل مفاجئ استاذ زكي، مفيش اي مقدمات. كنت بعمل تحاليل عاديه جدا، اشعه وتحاليل، فاكتشفوا ان في ورم. كان لسه وقتها تساؤل هل ده ورم خبيث ولا لا، وبعدين مع رحله التحاليل والاشعاعات اكتشفوا ان هو ورم خبيث. وده في الرئه. في الرئه، في الجهتين، في الرئه. هنا بقى يعني بتتعامل ازاي؟ انا بس مهم هي التجربه الانسانيه لفنان، والفنان كمان بيكون يعني اكثر احساسا، لكن تعاملت ازاي مع لحظه اخبارك بدايه؟ يعني انا واحد مؤمن جدا بربنا، ودايما في المحن اللي هي بتبقى صعبه قوي دي ببقى ثابت. يعني ممكن حاجات بسيطه تضايقني تعكنني، بس في المحن الصعبه دي ببقى عندي كده ثبات. يمكن ورثته من ابويا، لان ابويا كان عنده برضه مشاكل، كان عنده مرض القلب وتعب جدا في الفتره دي. وكان بيتعامل بمنتهى البساطه يعني قابل الوضع اللي هو كان فيه. فطين عبد الوهاب، يعني انت استفدت جدا من تجربه الالم اللي شفتها مع والدك الرائع فطين عبد الوهاب. يعني هو حتى لما كان بيجيله ازمات كان يشترط على امي ان انا ما اشوفوش، مش عايز اشوفه، هو مش عايز اشوفه في الحاله اللي هو فيها. اول ما يشد يعني يشد نفسه كده شويه يبتدي يطلع ويتغدى معانا ويتكلم، عايز الصوره دايما تفضل قدامه. قويه جدا، مش عاوز انك تشوفه وهو مهزوم. بالظبط، هو كان شايفها كده. وهنا دي صوره الاستاذ زكي مع فطين عبد الوهاب. الصور دي لما بتستعيدها، ده اخويا على فكره، انا مش شايف من بعيد قوي، بس متهيألي ده اخويا، انا جنبه. بس مش في الصوره، هو ماسك اخويا. في صور تانية في ده في صورة تانية انت واخوك فيها. طب فين الصور يا جماعة؟ انا واخويا. انا اللي على اليمين وهو على الشمال. طيب عايز ابدا بدايه هنا كمان دي. انا مش شايف بصراحه من هنا. عشان البلازما. انا طيب. مش فاكر الصوره دي فين بصراحه. ده مع اشرف، بس ده في بيروت. في بيروت. طيب نرجع تاني، بس كويس يعني حضرتك بتقول انا
استفدت في مقاومة الألم، اتعلمت ده من والدك الأستاذ فاطين عبد الوهاب في رحلة الألم والمرض يعني. أيوة. الأستاذ فاطين عبد الوهاب طبعا يعني من رواد الكوميديا في السينما وفي الأعمال الفنية يعني. تغلب أيضا على المرض بنفس الأسلوب؟ يعني تقريبا نفس الأسلوب يعني، بس هو كان طبعا مدخن شره جدا، فقال لهم أنا مش هبطل التدخين. سيبوني أموت بطريقتي يعني. وهو مات في منتهى السعادة على فكرة يعني، هو كان في حالة سعادة يعني. يعني ما كانش موضوع المرض تعبه قوي يعني، لا. تكيف، تصالح معه جدا جدا. وانت ورثت شرايط التدخين منه للاسف. بحاول اقلل بس للاسف. طبعا السرطان ملوش سبب مباشر، لكن اكيد انت قلت ربما تكون شرايط التدخين جزء منها يعني. ممكن، بس في ناس كتيره يعني ما حدش بيدخن فيهم، بس بيحصل ان هم برضو بيصابوا بنفس المرض يعني بتحصل. طيب، هنا بتتعامل بقى، اول ما تعاملت مع المرض انا يعني لقيتك كتبت حتى انك هتتعامل معاه بقوه وبصلابه. تمام. وشفت انك انت لا يجب ان يهزمك المرض يعني، تتعامل معه الان بهذا الشكل. بالظبط كده يعني. يعني كلنا هنموت بطريقه ما يعني، ف اللي يحصل يحصل. طبعا. لما بدأت بقى بعض الأخبار اللي ربما أنت زعلت منها وأيضا أخوك أشرف زعل، اللي هي أنه زكي فاطين عبد الوهاب بيبيع سيارته لأنه مش لاقي العلاج، أنه عايز يتعالج. لا، أنا حصل لي ظروف طبعا، أنا ما اشتغلتش السنة اللي فاتت دي بسبب مرضي يعني. فحصل أن أنا كان عندي أزمة مادية وبعت فيها العربية عادي يعني، ما بتحصل. فطبعا الناس اخذت الموضوع ده واولته بطريقه تانية خالص، بس هو ده اللي حصل يعني، كان ظروف ماديه مش متظبطه قوي، فده اللي حصل. انه ده نتاج يعني، انت لما بعت العربيه ده كان نتاج اوضاع ماديه، ما كانش لسه المرض نشا يعني، ولا كان يعني كان ابتدى. كان ابتدى بقى في رحله علاج طويله يعني. وده طبعا خلاك ابتعدت شويه عن الـ 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 الادوار او الشغل يعني. ما بالظبط يعني حصل ان انا ما جاليش شغل بسبب الموضوع ده طبعا، بس الحمد لله دلوقتي انا داخل ان شاء الله فيلم في كمان اسبوع مع الفنان احمد السقا، اخراج العنكبوت. اعتقد العنكبوت. اخراج الاستاذ احمد نادر جلال، وانا سعيد جدا هشتغل معاه تاني، اشتغلت معاه قبل كده وكنت في منتهى السعاده. ان شاء الله يكون. وانت هنا يعني بتقاوم المرض بمواصلة الحياة، لأنه في ناس أحيانا اليأس والإحباط بيكون جزءا من هزيمتها أمام المرض. ده صحيح فعلا، بس لا يعني أنا حابب أن أنا أشتغل تاني، وده أكيد كويس عشاني. إن شاء الله، وإن شاء الله هتهزم المرض أنا واثق. إن شاء الله. عندك عزيمة وإصرار، بالإضافة إلى أنه من الواضح حتى بتقول اتعلمت من فاطين عبد الوهاب، بس كمان اكيد اتعلمت من ليلى مراد. انا بشوف دايما ليلى مراد كثيرا يا استاذ فاطين، لما بشوفها وبستعرض حياتها وانا يعني من المهمومين بذلك يعني. ايوه. بقول كمان انه عنصر الاحزان والمأساة كان في حياتها كثيرا يعني. طبعا، هي طبعا في جوازاتها كلها تقريبا ما كانتش موفقه، وبعدين وفاة خالي إبراهيم ده كان يعني أكبر من منير بأربع خمس سنين تقريبا. ده كان قريب جدا جدا منها، ومات وهو صغير جدا. وده تعبها جدا نفسيا. طبعا، لأن كان يعني قريب منها جدا. وبعد كده ما حصل كمان لما والدي توفى، كانوا منفصلين عن بعض، كانوا متطلقين، بس هو كان راجع، كان في بيروت وراجع، ففرحت جدا ورجعنا وضبنا الاوضه بتاعته وحاجات زي كده في انتظاره، بس للاسف توفى في بيروت. بعد كده برضو خالي منير كان يعني امي كانت بتسعد جدا بوجوده، وتوفى برضو بسرعه جدا، ودي كانت ازمه كبيره عشانها يعني.
فعندها ما شاء الله يعني عندها مشاكل كتير. كم الاحزان كتير، بالاضافه كمان للمشكله الكبيره يعني هي تجاوزتها واللي بالتاكيد اثرت فيها، هي يعني تلك المشكله اللي هي بالتاكيد اصطنعها البعض يعني، وهو محاوله التشكيك في وطنيتها في وقت حساس ودقيق من خلال بعض الاخبار المشوهه اللي بتستند إلى يهوديتها السابقة يعني في توقيت حساس، لكن هي أيضا انتصرت على هذه الأزمة، بس أكيد خدت منها عبء نفسي يا أستاذ. موضوع الإشاعة بتاعت إنها بتتبرع، تبرعت لإسرائيل، تتبرع، كانت في سوريا يعني، ما كانش في أي فيش أي حاجة لها علاقة بده يعني، بس طبعا تعبت من الإشاعة، دي. لانه كمان ده كان خبر في صحيفه الاهرام اعتقد، مش قادر اتذكر بالظبط، بس طبعا كان منتشر جدا يعني، قالوا ان انور وجدي ورا ده، بس ما حدش يعني اثبت الكلام ده. في الجلسات بقى، انا عايز ارجع تاني امزج ده بده، بدات تاخد جلسات العلاج؟ عملت 6 جلسات، والمفروض دلوقتي اعمل زي اشعه على الرئه. هعملها بكره الصبح ان شاء الله عشان نشوف وصلنا لحد فين يعني. ان شاء الله خير، ان شاء الله ان شاء الله تنتصر إن شاء الله. على المرء، وانا شايف عندك الصلابه والعزيمه الكبيره يعني. خلينا ارجع لمحطات فطين عبد الوهاب، لان انا لما بقول انه ظلم، لان اما بشوف يعني الافلام الكوميديه الرائعه اللي عملها فطين عبد الوهاب، كل افلام اسماعيل ياسين، عدد كبير من افلام اسماعيل ياسين في الاسطول، في الجيش، في البوليس، في كل هذه الافلام، الزوجه 13، ارض النفاق، الانسه حنفي، يعني انا بشوف انه فطين عبد الوهاب ربما لم يحظى، يعني كان يجب ان يحظى بتقدير اكبر يعني. عندك هذا الشعور؟ تقريبا عندي يعني، هو يعني ما تقدرش بما فيه الكفايه يعني، يمكن عشان لسه بيبصوا على ان مخرج الافلام الكوميدي ده يعني مخرج يعني مش عايز اقول لفظ الصف الثاني يعني. بس طبعا ده اسعد الدنيا كلها طبعا، مش هو بس، هو والناس اللي مثلت معاه والناس اللي كتبت، صناع بهجه يعني، وده مهم جدا. بس اعتقد ان هو ظلم طبعا، لانه انك تضحك الناس هو ده الاصعب يعني، بالتاكيد. في لما بستعرض كده، عايز اتكلم بقى عن زكي فطين عبد الوهاب الانسان، مش هيبقى الكلام فقط عن لا، زكي فطين عبد الوهاب، انا كنت لسه بتكلم معاك يعني، لما لقيت هذه الطاقه التمثيليه فانا قلت هو كان فين يعني. صحيح كنت مهموما بالإخراج شوية وبالمشاركة في بعض الأعمال العالمية هنا وهناك، لكن الطاقة التمثيلية دي ليه ما اكتشفتهاش مبكرة؟ لا، هو اللي حصل إن أنا ابتديت تمثيل في التسعينات، في البداية كان فيلم مرسيدس للأستاذ يسري نصر الله، وبعدين إسكندرية كمان وكمان مع الأستاذ يوسف شاهين، وفي الوقت ده انا ما كنتش حابب قوي ان اكمل في الكارير ده يعني، ما كانش الموضوع التمثيل بيشغلني قوي كده. فتعرض عليا بعد كده ادوار، بس كنت مهموم قوي بالاخراج وعايز اكمل في الاخراج، فبعدت فتره كبيره جدا لغايه لما اكتشفت ان انا مخرج فاشل. وقررت ان انا كان اما دخلت معهد السينما كان عندي لخبطه شويه في ان انا اخش قسم سيناريو ولا اخراج. وبعد كده اكتشفت ان انا بحب الكتابه اكتر من الاخراج. بس ففي الفتره دي بقى حصل ان انا رجعت تاني للتمثيل، بس دي فتره كانت طويله طبعا. يعني بنتكلم عن مثلا 15 سنه. يا ما هي دي الفتره. بالظبط. عنها طويله. فتره طويله. قضيتها فين بقى؟ والله قضيتها، انا كنت بشتغل في افلام اجنبيه، بنفذ انتاج لافلام اجنبيه. وافلام تسجيليه كتير برضو، وكنت سعيد جدا بالشغل ده يعني. ما بعد انا كان عندي ازمه في الفيلم الاولاني اللي انا اخرجته يعني، وتعبت بعديها فتره، فقررت ان انا هوقف خالص موضوع الاخراج دلوقتي، واشتغلت في الحاجات دي.
اللي هو رومانتيكا، بس ده قعد مده حصل فيه ازمه. حصل فيه ازمه وتعرض ناقص، بس يعني الحمد لله يعني خدت جواز برضه. في وانا كمان بتتبع المسيح، انا لقيت ان انت يعني قلت عندك زوجه امريكيه بس تبحث عن ابنك او بنتك يعني. للاسف انا اتجوزت سني كان صغير جدا، كان عندي 21 سنه وهي كانت امريكانيه وجت معايا مصر، و يعني ما حبتش البلد قوي وهربت. وهربت وهي حامل، وفي الفتره دي انقطعت تماما يعني، وبعدين بعتت لي جواب انها هتخلف واختفت تماما. اختفت تماما تماما. بس انت يعني قعدت مهموما ومتعلقا بانك عايز تشوف ابنك او بنتك يعني. يعني في الفتره دي انا كنت قررت اخش معهد السينما. وكنت عايز ادرس سينما في امريكا، بس كانت في ظروف ماديه ما تسمحش ان انا اقدر اعمل ده، فلانه كان غالي جدا جدا ان تدرس حاجه زي كده في امريكا يعني. فلما جيت مصر ورجعت وقدمت في معهد السينما واتقبلت كنت سعيد جدا جدا. حصلت الحكايه دي في نفس اللحظه، فاعترف ان انا ما كنتش مهموم قوي بالموضوع ده. وبعدين سبته كده، خاصه انها اختفت يعني. وبعد كده بقى جالي الكوابيس بعد كده. انه هنا مشاعر بتتحرك. انك هو موجود في مكان ما، ما اعرفش عندك. وما تعرفش اذا كان ابن ولا بين يعني. ولا حتى تعرفه. لا ما اعرفش. وهنا عمليه البحث طبعا زي البحث عن ابره في كوم قش. تروح تاجر بقى مخبر سري هناك وتدور عليها، دي قصه تانية طويله عريضه. مفيش شك ان المحطات الانسانيه في حياتك كثيره، وحتى المحطه الاخيره ان شاء الله زكي فطين عبد الوهاب بيعطينا نموذجا التجارب الانسانيه مفيده للبشر كلهم. كيف يمكن ان تتعامل مع المحن، مع الازمات، مع مرض من هذا النوع؟ اوعى يهزمك، لا هو بيوصل رساله قويه صلبه رغم كل الظروف اللي بيتكلم عنها، يعني انه حتى قبلها اضطر يبيع عربيته علشان مشاكل ماديه وشغل قل ومفيش، لكن هو اكثر صلابه. الناس كلها لازم تستفيد من هذه التجارب الانسانيه. هنكمل معاكم التنقل ما بين التجربة الإنسانية نفسها إلى المحطات الفنية المختلفة مع زكي فطين عبد الوهاب. مشاهدينا نحييكم من جديد. الفنان زكي فطين عبد الوهاب من تجربته الإنسانية في مواجهة مرض السرطان إلى المحطات الفنية المختلفة. عايز وأنا بتكلم معك، كنا لسه بنتكلم، ما بتشوف، كنت دايما أقول صخرة ليلى مراد الجميلة دي. وكنت أتمنى أنها تتحول إلى حتى معلم من المعالم الفنية والسياحية المهمة يعني. يعني أهملت لكن تظل هي ملتصقة. رحت شفتها يعني، حاولت بالصدفة البحثة. كنت في مرسى مطروح، كنت في مرسى مطروح بصور فيلم اسكندرية كمان وكمان، ومع الفنانة يسرى قلنا هنروح نبص على الصخرة. فنزلنا، أول ما شفت الصخرة قلت صخرة أمي، صخرة أمي، رحت متزحلق واقع على الصخرة ويسرى قعدت تضحك. بس حلوه قوي صخرته. لا كمان يعني وانا بشوف معاك البقايا بقى الاسره، يعني حينما اسلمت ليلى مراد بقيه الاسره اليهوديه يعني، ظل الاتصال بين الاحفاد. ده موجود، بس كمان منير اسلم، منير مراد، ومنير مراد اسلم. بقايا بقى الأسرة اليهودية كلها، وطبعا معظمهم هاجر. لكن كنت حريصا على انه تبقى الصلات العائلية موجودة بين الأحفاد، بين الجيل الثاني يعني. بالتأكيد، بس هم في منهم راحوا أمريكا، وفي ناس تانية راحت فرنسا، وفي ناس راحت البرازيل. فأنا على تواصل دائم دلوقتي مع ابن خالي الكبير خالص مراد، ده بشوفه كتير جدا.
وعلى اتصال بقى باللي هم في البرازيل، دي حاجه مشوار بعيد قوي. بس على اتصال، على اتصال بيهم. لكن هنا يعني لا توجد اي حساسيات؟ لا يعني خالص، نهائي نهائي. كانوا عايشين معانا. ما هو ده الحقيقه، ده قيمه مصر يعني، كان يعيش فيها اليهود والمسلمون والمسيحيون في تجانس تام. تمام. انا حضرتك ابن خالي اللي هو عايش في باريس ده رسام، فلسه لغايه النهارده بيرسم حاجات كلها لها علاقه بمصر، يعني يرسم ستات تخينه كده بتخرط ملوخيه، ويقول لك دي الناس دي كانت بتتكلم كذا لغه، يوناني على ايطالي على فرنساوي، بس بياكلوا محشي وبياكلوا ملوخيه يعني. فده العادي يعني. طيب، الفنانه الكبيره ناديه لطفي، وهي كمان بتعلمنا دايما مقاومه الالم ازاي، وبتعلمنا دايما ازاي ناخد الامل من الالم. طبعا. يا مدام ناديه اهلا بيكي. الو، اهلا اهلا. ازاي حضرتك؟ وحشانة جدا. وانت كمان، وانت اخويا ما بتسالش. انا عارف انك بس عندك حق والله، لكن انت عارفه محبتك ومعزتك يعني. لا بهزر معاك. الله يخليك. احترامك وتقديرك. واحلى ما حاجه بقى ان انت قدمت لي احلى واحب فنان انا ما فيش فايق جديد، اللي هو زكي. لان انا فجاه لقيت في ادوار كده في المسلسلات، لقيت واحد لفت نظري. لفت نظر. انا ما لسه بقى لا اعرف هو مين ولا ابوه مين ولا امه مين ولا حاجه. لقيت الواد ده، قلت الواد ده ممثل هيبقى قايل تف عن جالي ان هو لابن الاستاذ فطين عبد الوهاب. استاذ فطين عبد الوهاب بعدين ده له حلقات معايا، لان يعني مش قادر اقول لك الانسان ده كان مش عندي، عند مصر بحالها، ويقولوا عليه البرنس والاخلاق والطيبه والعطاء. هو عارف ده ابنه، عارفه هو حتى ليه زيه. وبعدين بقى لقيت الادوار، انا بتكلم فنيا بقى فيه مكانه هو حط نفسه فيها. بعدات في المسلسلات تلاقي ذكي ممثل راسخ وعظيم. يا حرامي، حلو قوي. انت الامرايه بتاعتنا، انت الامرايه بتاعتنا يا فندم والله. لا انت الامرايه بتاعتنا اصلا. لا بقى، انا لو اعرف ان انت ابن فاطين من بدري كنت اكلتك وحطيتك على حجري. لا، وحط بقى حط فوق كده بقى السيده ليلى مراد. ليلى مراد دي اللي قالوا عليها الكساره، هي لا كساره دي، دي ده صوت جاي من السماء. ما رايدك ومش رايدك والحاجات دي كلها ومصر كلها، حاجه اسمها ليلى مراد، وكل اللي بعد كده طلعوا من فساتينها ومن شياكتها ومن جمالها. يا امك دي عايزه لها حلقات. اشكرك يا فندم، اشكرك. هنرجع بقى لزكي. زكي بقى اخوه بقى كان اجرأ، وكان كلمني فتره وحبينا بعض. فايه قال لي اخويا الصغير مش عارفه يقتي جميل قوي قوي. فقال لي بقى على ان زكي عنده حاجه كده، مشكله خفيفه يعني. فكلمت زكي بقى. انا زكي متفقه مع حاجه، العمر ده بتاع ربنا. الايمان بيقول كده، الساعة بتقول كده، أي بقى محنة كلها متساوية. في رأيي أنا، واحد قلبه طيب، أنا رجلي كسرت الألم واحد، والمرض تقريبا متساوي. إحنا اللي بنصنفه أو الدكاترة بيصنفوه بالظبط. هو يعني قالوا كانت ما يجيله كانسية، ما هيجي كانسية يروح كانسية، خدت بالك؟ وهو بقى حلو اكلمه، عايز اهزر معاه، مش عاوز اهزر معاه.
عايز انكد عليه، مش عاوز تتنكد عليه. علمه قله الادب، مش عاوز تعلمها. جاهز الحمد لله. هو ده زاد عن اللزوم. انا بحبش الادب اللي هو ده يقول عليه قرودي، اخاف منه. فانت سيف، وبعدين لا اول واحد مع عربيه ولا اخر واحد. وانا لما ايام سافرت عملت العمليه بتاعت نزيف في المخ، كنت رايحه وانتي كنت رايحه مش راجعه، لكن رجعت زي القرد تاني. وبعت اياميها بالمناسبه عربيتي على فكره، ما تزعلش قوي يا زي. بعت كان عندي عربيه اسمها فيجا، واخد بالك؟ بعتها يا وبعدين جبت عربيه تاني، وبقيت اركب مع الصحاب. وانت النهارده تلاقيك مستعد تركب مع اصحابك بدل ما تقعد تسوق وبس تلاقي سواق. والبنزين غالي. ألطف كتير. لا بس هنا يا مدام، يعني انت اكتشفتي زكي فطين عبد الوهاب على الشاشه قبل ما تعرفي انه ابن فطين عبد الوهاب وابن ليلى مراد. لا 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 خالص. وعجبني كممثل له حضور، وبقول لك بقى جزء من عماد اي عمل درامي. انا بقولها رسمه قدامك، واخد بالك؟ وان شاء الله انا كمان سعيده انه عشتها مع مين؟ مع الفنان احمد السقا. السقا انا كنت حتى وزكي بيكلمني قلت له بلغه ان انا الراجل ده قد ما كنت معجبه بيه فنيا على جنب، لكن انا بقدر له وبحترمه انه هو متولي الدعايه المستمره عن مستشفى السرطان. وانا بقول لي يا زكي نسيت ان يعني ما حسيتش ابدا ان ممكن اما اقول له سرطان يزعل ابدا. والواد ده قوي جدا. وبعدين ده ايه؟ اللي يقول لك ده وارث مين؟ قوه الروح بتاعت الام والاب ده لازم يدرس. طبعا يدرس. فلقيته جباله عظيم عظيم عظيم. انا ولا يهمني حاجه. وانا برضو عايز اقدم شكر للنقيب بتاعنا طبعا. وبعد ما في واحد في حته هنا عندنا ولا بره الا ما بيعشق زكي، مش عشان امه وابوه بقى، لا عشانه هو، واخد بالك؟ وهنا عندنا الدكتور اشرف المدير هنا في المستشفى، لا تتصور والله العظيم لو هو ابني او ابنه ما كانش كل يوم يسالني عليه. ده حقيقي. طب ما يعرفوش، ده كان حابه يا سيدي، فهو محبوب. بس انا بشكرك ان انت خليتني اقول شويه حاجات كده نفسي اقولها، عشان ما بدينيش وش ما بيرضاش يرد عليا. هرج معاه ما يهرجش. والله انا بموت في التهريج معاك والله. والله العظيم. وان شاء الله هتجيب هنا عندنا هنا في المستشفى كل الوسائل ان شاء الله، هي وعكه وهتعدي ان شاء الله. ان شاء الله. هنا هو اكتسب منها حاجات جميله. وبص كل. حتى وشه اتغير. انت ست الكل. والله. بص يا مش كده؟ كلام زكي. ايوه. يرد عليا. انا موافق تماما يا امرايا انت. بص حنينة شبه ايه؟ العظيم حبيب صاحبي قوي كان الله يرحمه بقى فطين. فطين استاذ فطين عبد الله. لكن ده لنا يوم بقى تاني. والاستاذ وجيب سري وقصه كانوا دول اطفال صغيرين. بس برضو ايه؟ هو من ريحه حبايبي. ربنا يخليك. عيني وقلبي ان شاء الله، وانا حبيبك انا وهو. ان شاء الله ان شاء الله. بس انت بتتكلم بحب شديد مدام ناديه، يعني من يعني بقى واقعيه. بتقولي ايه يا مدام ناديه؟ انا واقعيه. واقعيه. وحتشوف. ان شاء الله يا فندم. واحنا عندنا زي ما قال لك عنده كشف يبين بكره ولا بعده، هتشوف النتيجه شكلها ايه. ان شاء الله خير.
ان شاء الله. وانت دايما، انا لسه بقول بتعلمي الناس ازاي ياخدوا الامل من الالم يعني، وانهم يا صاحبتك ما في مرض مشي في مصر الا ما اخدته يعني. اوعى تفتكر انا بصاحب التجربه، اخلص واحده واخدش الثانيه. اخر واحده في قلبي كان واقف 7 دقايق يا جماعه، ورزيف وكل ده، ورحنا عند الدكتور شريف مختار وجات لك هنا. ما عادي ما جاش. وكل اللي قابلتهم الجهاز الطبي عملوا الماكسيموم، خلوني رجعت زي القرده اهو بكلمك. ان شاء الله بتؤمن دايما بالسلامه. زي ونيجي انا هو نبوسك ونسلم عليك ان شاء الله، وهتفضلي عنوانا للجمال والبهجه والامل دايما كده مدام ناديه. الله يخليك يا حبيبتي قوي قوي قوي، واتمنى لكم ليله سعيده وحياه سعيده، وان شاء الله هنسمع اخبار حلوه سعيده ان شاء الله. ان شاء الله. انا في الحقيقه بشكر كل الناس اللي وقفت معايا يعني، طبعا الفنانه العظيمه ناديه لطفي، الدكتور اشرف زكي، مسعد فوده، الاستاذ مسعد فوده، الفنانة نيلي كريم، الفنان محمد ممدوح، الفنانة زينة، ناس كتيرة جدا مش عايز أقول أسامي عشان ما انساش حد يعني. أشكرهم تماما. أنت يعني تستحق بجد أستاذ زكي أنك الناس كلها تقف جنبك وتدعمك. أشكرك. وأنا ملاحظ حاجة كمان من ده يعني، ده أنت لو دخلت على الناس كده وقلت، أنت واضح أنك لم تلجأ، هو الفن لا وساطة فيه يعني. بس ناس تتخيل كده أنه ده لو دخل قال انا ابن فطين عبد الوهاب، انا ابن ليلى مراد، انا يعني سليل هذه العائلات الفنيه، ما اتربيتش كده خالص. وبعدين ده انا حتى بشترط في الافلام او المسلسلات ان يتكتب اسمي زكي عبد الوهاب، برضه يصروا يكتبوا زكي فطين عبد الوهاب. يا جماعه انا خلاص، انا مش دعوه بابويا بقى، ما فيش فايده يعني، زكي فطين عبد الوهاب. يعني هنا لم تلجأ مطلقا خالص الى فكره انك تنطلق انطلاقا من لا خالص، اسم نهائي. فطين عبد الوهاب او اسم ليلى مراد نهائي. نهائي لا. طيب معايا بقى اخوك طبعا اشرف اباظة. يا استاذ اشرف اهلا بيك. اهلا يا استاذ وائل، ازاي؟ وحشنا جدا وما شفناكش من زمان، كنت لسه بساله، فان شاء الله نلتقي دايما يعني. ربنا يخليك يا وائل بيه. اولا انا بشكر حضرتك جدا 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 على استضافتك زكي، و بقول له ازيك يا ابو زيك. ازيك يا ابو الاشاف، لان الكود نيم بتاعه ابو زيك يعني، انا بقول له زكي يعني، بقول له ابو زيك على طول. وهو بيقول لي ايه، خليه هو يقول لك هو بيقول لي ايه، بيدلعني ابو الاشاف. ابو الاشاف. ابو الاشاف. انا بس يا فندم يعني طلبت المداخله دي، بس برضو يمكن اعيد الكلام اللي قاله زكي. بشكر الفنانه الكبيره وايقونتنا السيده ناديه لطفي اللي وقفها معانا، لان انا الحقيقه كنت على اول حد اتصلت بيه كانت السيده العظيمه ناديه لطفي، ولن تتوانى انها تساعدنا في حينه. وبشكر برضو طبعا الفنان الكبير الدكتور اشرف زكي والاستاذ سامح السريتي. زكي نسي يمكن نسي للاسف نسيت اسامي طبعا. ويا زكي انا بقول لك، انت احنا عشنا تربينا في بيت واحد لمده 20 سنه، قعدت دايما فيك انك راجل قوي. انتوا عشتوا مع بعض 20 سنه في نفس البيت مع الفنانه الكبيره ليلى مراد يعني. ليلى مراد وانا برضو يعني بضيف حاجه، ان انا مع الفنانه ليلى مراد طبعا والدتي والدتي والاستاذ فطين عبد الوهاب والدي الروحي زي ما انا بقول، لاني عشت معاه برضه ال 20 سنه عشتهم معاه في نفس البيت، وقاعدين له بحاجات كتيره قوي 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 قوي، لان هو تقريبا اللي رباني وعلمني وعلم زكي
وله فضل كبير جدا عليا. وعشت مع زكي طفولة سعيدة متذكرها يا أستاذ أشرف؟ جد جدا جدا يا وائل بيه. يعني كانت لا يعني هو زكي دايما كان أنا الأكبر صح وكل حاجة، بس هو دايما بس أنت الأكبر بتسع سنين، سنتين ونص تقريبا يعني لا يعني يعني طفولة سن متقارب يعني في وشباب ايضا عشتوا هذه المرحلة مع بعض يعني كنا بنتخانق يعني عشان يعني قريبين السن من بعض، بس زكي كان دايما هو اللي بيدافع عني يعني لما تحصل خناقة ولا حاجة كنت اصدر زكي في الخناقات والحاجات دي، فانا بقول له يعني ان هو كان طول عمره قوي قوي الشكيمة. ويا زكي يا حبيبي انا بس بدعو كل محبيك وكل الناس الدعاء لك بالشفاء العاجل، وربنا هو الشافي المعافي، وانت زكي طيب ونقي، وربنا ان شاء الله هياخد بايدك، وانا متاكد وقلتها لك اكتر من مره احنا بنتصل صحيح ما بنشوفش بعض كتير عشان اعمالك وشغلك وفي التلفزيون وفي السينما، بس بنتصل ببعض كل يوم مرتين على الاقل او ثلاث مرات، فبقول لك يا زكي ربنا كده معاك ويشفيك ان شاء الله، وانا بتقدم مره ثانيه وائل بيه خالص شكر لحضرتك. ده انا اللي سعيد لان الحقيقه انا كمان يعني شايف مشاعر بتتدفق كبيره يعني اخوات، وانا حسيت كمان انك انت احساسك بالالم شديد جدا، وكمان حتى يعني انت تدافع اي حاجه ربما تمس زكي على طول بلاقيك انت بتنطلق على الفور وبتكون اكثر عصبيه منه كمان يعني. لا شوف وائل بيه انا هقول لحضرتك على حاجه، زكي اخويا الصغير بس انا بعتبر نفسي ابوه يعني. تعتبر نفسك ابوه؟ يعني هو اخويا الصغير بس انا بعتبر نفسي ابوه يعني هي كده. فاي حاجه انا يعني اي حاجه بتطلع يعني اخبار بتبقى يعني مش لطيفه شويه او حاجه كده، ف شويه انا يعني كده عصبي شويه يمكن واخد من طرف الناحيه الاباظيه العصبيه شويه عنده شعلونه كده. بس ان شاء الله الحب هو اللي هينتصر، وزكي هينتصر على المرض وهيغلبه هيتعافى ان شاء الله بمشيئه الله سبحانه وتعالى. وحتى بالمشاعر الفياضه دي يعني هي اقوى من كل شيء يعني. يا رب يا وائل بيه، وانا مره ثانيه بشكر حضرتك خالص خالص شكري وامتنان يا فندم. انا اللي بشكرك الف شكر. هطلع فاصل استاذ زكي هنكمل مع بعض، بس واضح انه حتى يعني انا عايز بس قبل ما نطلع فاصل الصوره دي مع اشرف صوره لا هتطلع لنا الصوره لا في صوره تانية هم اطفال كمان في قبلها الصوره دي قبلها في صوره تانية اوضح دي والد دي ليلى ليلى مراد وانت في فتره الاعتزال بتاعتها واخويا على الشمال وانا على اليمين بنكتب حاجه تقريبا او كنا بنكتب حاجه القلم بتاعها انا فاكره كويس. ليلى مراد كأم تتذكر كل تفاصيل الامومه بمشاعرها الفياضه؟ طبعا هي كانت طبعا ام حنينه بشكل مبالغ فيه يعني مبالغ فيه، وفي درجه كبيره جدا من الحمايه، ودي كانت حاجه جميله جدا. بس الفتره اللي تميت فيها تقريبا العشرين الفتره دي اللي انا قررت اسافر شويه كان بسبب ان انا عايز اهرب شويه من الحمايه دي. يعني هي كانت حاجه جميله جدا بس حسيت ان انا عايز اواجه الحياه بنفسي يعني مش عايز يعني الحمايه عند ليلى مراد انها وكانها تقيم اسوارا حواليك بحيث يعني كنا مثلا كان عندنا عماره في جاردن سيتي وكنا عماره واخدين شقتين كبار قوي قوي في العماره،
فانا واخويا كنا غاويين قوي نلعب كوره يعني. ساعات كنا نلعب كوره في الشقه يعني. فحست ان احنا بنلعب كوره فراحت رايحه على البلكونه الكبيره دي كلها قفلتها كلها بالسياج من الحديد كده عشان اكنك في زنزانه يعني عشان مع الكوره تقع في حد يبص حد يقع شوف الخوف واحنا عمرنا ما كنا هنبص على الكوره يعني وقت خلاص يعني بس هي طبعا كانت يعني ايه موضوع الحمايه كان زائد جدا بحب طبعا بس انا كنت دايما عندي الاحساس ان انا عايز اواجه الحياه لوحدي في الفتره دي امريكا والفتره دي اللي اتعرفت بيها على مراتي لا وهي تحملت ده ولا كانت بتعاني من عانت منه جدا اتذكر في مره كنت لسه ما رحتش امريكا كنت في انجلترا وكان بقالي حوالي 4 شهور ما شفتهاش فجت عشان تزورني وقالت لي زكي انت ما بقتش تحبني فدمعت جدا طبعا وتأثرت جدا بالكلام ده قلت لها ده مش حقيقي ابدا وانا كل ان انا بعيد عنك ده مش معناه ان انا هبطل احبك ابدا دي انت امي يعني فكان عندها ده يعني كان عندها غيابي في امريكا كان عامل لها مشكله شويه في مصر خاصه ان اخويا كان اتجوز كمان في الفتره دي فبقت يعني سابت الدنيا كلها عشان اشرف وزكي ففجاه اشرف اتجوز وزكي سافر فيعني مفيش شك ليلى مراد بقيمتها الكبيره بتقعد طبعا بتتخيل الامومه يعني ومن الواضح كمان هتلاقوا في حتى الصور تعبر عن ذلك يعني حتى في حياتها الخاصه يعني كان دايما ليلى مراد تشعر كانها يعني بيتوتيه يعني تحب جداً الحياه الخاصه والبيت جداً والاسره جدا سبب اعتزالها يعني انها كانت حلمها كان بسيط جدا عايزه تتجوز ويبقى عندها عيله ده ببساطه شديده جدا يعني لا الشهره ولا طموحات الفن خالص خالص ولا في بدايتها طبعا اما ابتدت تنجح تاثرت بالنجاح ده طبعا لكن كان عندها دايما الحلم البسيط انها تبقى زوجه وبيت عايزه بيت هطلع فاصل هنكمل مع الاستاذ زكي فطين عبد الوهاب كيف يمكن ان تقاوم الالم كيف يمكن أن تمر بتجربة إنسانية بهذا الشكل وتتعامل معها بصلابة صلابة المقاتل هكذا المرض يعني أي مرض مش السرطان بس يجب أنك تواجهه بصلابة المقاتل بالإضافة كمان إلى كل المحطات المختلفة اللي لسه هنتكلم فيها بعد الفصل مشاهدينا نحييكم من جديد بصلابة المقاتل زكي فطين عبد الوهاب يواجه مرض السرطان بالإضافة إلى أنه كمان يستمر في أعماله الفنية المختلفة طبعا مع العلاج بتكون في بعض المتاعب والمشاكل والإرهاق شوية الآثار الجانبية بتاعت العلاج الكيميائي يعني بيبقى في حالة خمول شديدة جدا وزي دوخة طول الوقت فالحركة ما يعني مش بتبقى سهلة ان انا اتحرك او حاجة زي كده بس بتمشى يعني في الحدود اللي هي البسيطة جدا غير كده بيبقى في اجهاد شديد جدا وانت قلت لي حتى كنت بتحب ركوب العجل عندي عجلتين انا ساكن في وسط البلد بحب اركب العجل فمحروم من العجل عشان الظروف دي كمان فطبعا دي هواية لطيفة جدا بس حلوة الحياة الطبيعية دي انت يعني تمارس الحياة بشكل طبيعي يعني لا تبحث عن اي نوع من انواع المظاهر دايما خالص خالص اعتقد ان ده برضو والدي الله يرحمه يعني الاستاذ فطين كان كده لا هو فكرة ان هو كان دايما يقول لنا انا واخويا يعني بصوا احنا مش عشان عندنا فلوس كتير انت تبقى احسن من ابن الطباخ او ابن السواق او فكنا حتى في ايام نروح النادي فكان نقطع لهم تذاكر معانا ونقضي معاهم اليوم نلعب كوره في النادي ونرجع يتغدوا معانا فهو ربنا كده انك تعيش مع الناس ودي تعيش حاجه مع الناس. طبعا طبعا وده يعني اشكره على ده تماما يعني وحتى يعني هنا ما يسببه المرض من انهاك او حتى تاثيرات يعني انت حتى لما نشرت الصوره بتاعتك فقلت يعني ده انا
وتعاملت مع المسألة؟ لأنه البعض ممكن أحيانا يقول لك لا، يعني لما أخفي صورتي بعد أن تأثر الشعر مثلا، بعد ما شكلي اختلف، أنت تعاملت مع ده؟ تعاملت مع ده عادي جدا، لأنه افتكروا ده نيو لوك، بس قلت له ده مش نيو لوك ولا حاجة، يعني ده العيان. أو أنه الدور في المسلسل، أو الدور بالظبط نيو لوك في المسلسل الجديد، يعني قلت له لا يا جماعة، الموضوع أن أنا عيان يعني. وهو ده أفضل حاجة، مع أنك تواجهها بالابتسامة، بالواقعية الشديدة جدا. المرض ليس مخجلا، المخجل هو أنك تهزم أمامه أو تيأس وتحبط يعني. بالتأكيد. واحنا بنكمل زي ما فتحنا قبل بينا، انت يعني انت اول بتقولي لي اول زيجه كان الزوجه الامريكيه، بعد كده كان في زواج من سعاد حسني في وقت كنت لسه طالب في المعهد سنه تانية، داخل سنه تانية يعني، بدايه سنه تانية. بس الزواج ده استمر قد ايه؟ لا ما استمرش كتير، احنا تقريبا طلقنا بعديها بحوالي سنه. سنه. بس فضلنا اصدقاء يعني. وده لما اشتغلته في اهل القمه، اعتقد كنت بتدرب في اهل القمه مع الاستاذ علي بدرخان. معناه كانت زوجه الاستاذ علي بدرخان، كانوا منفصلين. ده حقيقي، وحصل بقى حصل القصه دي كلها. حب. انا حبيتها طبعا، مفيش حد ما بحبش سعاد حسني. من الذي لا يحب سعاد حسني؟ بالظبط. وحتى لما حصل الانفصال انت بتقول استمرت العلاقه جداً الانسانيه جداً جداً. طبعا. وبعدها ما حصلش اي ارتباط او زواج يعني؟ بيها تاني يعني؟ لا بحد تاني يعني. انت لا اتجوزت بعد كده. انا اتجوزت 4 مرات بالظبط. وانا بقى بختم معاك يا استاذ هنا القيمة يا جماعة، هتشوفوا انه انا ما شفتش زكي فطين عبد الوهاب خالص زي ما تناولناه، استند الى اسم ابيه او الى اسم امه يعني، ولا حتى البعض لما يشوف يقول طب الاحوال المادية هو معقولة؟ الم يترك له الاب ثروة؟ الم تترك له الام ثروة؟ ايضا زكي فطين عبد الوهاب انت تعاملت بشكل عصامي مع نفسك يعني تماما يعني. والدي الله يرحمه توفى، ما كانش عنده حساب في البنك اصلا خالص. وبرغم ان هو عمل اعمال كتيره جدا جدا في فتره تكاد تكون يعني فتره بسيطه مش كبيره يعني، عمل حاجه بتاعه 53 فيلم في فتره صغيره. في احيانا بلاقي في سنه واحده عامل 4 افلام. كان عادي يعمل 4 افلام ما شاء الله يعني. نحيت يعني. ووالدتي توفت برضو، ما كانش عندنا غير شقه جاردن سيتي وحساب بسيط جدا في البنك يعني. فتعودت على كده خلاص، ما عنديش مشاكل. عشت فتره الغنى وكل حاجه، وفي نفس الوقت عشت فتره الازمات، وتعودت على ده تماما. وهو انك تعتمد على نفسك وتبني نفسك. عمري ما بخاف من الفلس، عمري ما بخاف من الفلس، بالعكس. عشان كده يعني الفلس يعني، وتحب ان تعيش الحياه. اعيش الحياه لا اقدر عليه يعني. ان انا ابقى راضي عن نفسي، وان انا عايش في مستوى مقبول ليا بس. رسالة أخيرة لو عاوز توصلها للناس، الناس يعني تبعوا ما حدث باهتمام كبير وبحب شديد يعني، ومن الواضح لأنه حتى تعليقات الناس لما بشوفها كده أن الأستاذ زكي فطين عبد الوهاب شخصيته المهذبة والخجولة، فمن الواضح ده حتى كمان بيكون مؤشرا لحب الناس واهتمام، بالإضافة إلى الأداء الفني يعني. تمام. لو عايز تقول رسالة لكل محبيك يعني، اللي ممكن البعض يتألم لألمك، يشاركك الألام المرض، رسالة أخيرة عايز تقولها من خلال البرنامج؟ أنا بشكر كل الناس اللي ساعدتني، وكل الناس اللي بتبعت لي على الفيسبوك وكل حاجة بجد، لأن أنا الحاجات دي بتأثر فيا جدا جدا جدا، وبتخليني أقدر أقاوم المرض، فبشكرهم جميعا يعني. الحب ده والاهتمام يعني يعطيك قوة يعني؟ بالتأكيد طبعا، قوة عظيمة. إن شاء الله هتنتصر على المرض دايما. وزكي فطين عبد الوهاب الحقيقة اللي يعني بنى نفسه بنفسه واعتمد على نفسه، وكمان عنده شخصيته المستقلة كما أوضحنا تماما، بالإضافة إلى
حالته الواقعية، متصالح مع نفسه، متصالح حتى مع المرض، مصاحبه يعني. مصاحب المرض واضح انك قررت تصاحبه يعني. صاحب السرطان تبقى عظيم. دي النصيحة الأخيرة، تجربة إنسانية جميلة، لكن كمان حتى المحطات الفنية والإنسانية اللي اتكلمنا فيها كلها يمكن أن يستفيد منها المشاهد يعني. بشكرك ألف شكر. أشكرك. ودايما إن شاء الله تكون في لقاءات، وننتظر فيلمك العنكبوت ويكون إن شاء الله حاجة جميلة إن شاء الله. أشكرك جدا. زكي فطين عبد الوهاب، نموذج للقوة، لصلابة المقاتل في التعامل مع المرض، للتصالح مع الواقع، حالة الرضا التام كمان. قال النصيحة الأخيرة إنك تصاحب السرطان هتنتصر عليه. إن شاء الله نكون معاكم غدا في حلقة جديدة.